سموئيل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه وطني الحبيب وأنت موئيل عزة ومنار إشعاع أضاء سناه في كل لمحة بارق ندعو له في ظل حام عطرت ذكراه وطني الحبيب وطني الحبيب وما أحب سواه. برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قام نادي الطيران السعودي بفعالية حلق معنا بمناسبة اليوم الوطني 86، حيث اشتملت هذه الفعالية على أنشطة مميزة بين التحليق بالطائرات فوق العاصمة الرياض وكذلك بعض الهوايات الجوية الأخرى. شارك بالرحلة هذه 6 طائرات من 6 دول خليجية. مجموعتكم هي حقة الجاير ولا طيارات؟ احنا طبعا مجموعة من الجاير. من أهداف النادي هي مو بس تشجيع الطيران على مستوى المملكة، ولكن السعي إنه النشأ الجديد في المملكة العربية السعودية يدخل لهذا المجال الواعد، واللي هو يعتبر من أهم فئات الاقتصادية في جميع الدول في العالم. فنتمنى إن شاء الله من جميع المواطنين والمقيمين حضور هذا الملتقى، وبإذن الله تعالى سيرون ما يسرهم. نسعد ب تجمع دول الخليج، طيارين يمثلون دول الخليج من جميع الدول وهم خيرة الطيارين. فعالية قام بها نادي الطيران السعودي بمناسبة اليوم الوطني، موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. من نادي الطيران السعودي بالرياض، أيمن الزهراني، الإخبارية.